أربع سنوات على بداية الحركة الاحتجاجية في البحرين. 14 فبراير شباط لهذا العام، ما الذي تغير؟ هل كان الاحتجاج في الشارع البحريني الحل الأنسب للتغيير؟ هذا هو سؤالنا لليوم في بورصة الرأي، نباشر في طرحه بعد لحظات. تحل الذكرى الرابعة لحراك 14 فبراير لتفرض نظرة شاملة على مسار انتفاضة شعبية وصفت بالمنسية إعلاميا. على الرغم من أن الاحتجاجات الشعبية في المملكة انطلقت شرارتها في خضم زخم الاحتجاجات العربية العارمة، إلا أن مشهدها لم يقارن بما آلت إليه الأحداث في دول أخرى ولأسباب متعددة. لكن وحتى بعد هدم دوار اللؤلؤة الذي اعتبر مركزا للاعتصام الشعبي في العاصمة المنامة، ما يزال المعارضون متمسكين بالمطالبة بالديمقراطية وبنظام انتخابي عادل وإصلاح شامل، في حين تحملهم السلطات البحرينية مسؤولية تعطيل الحوار الوطني. فأين البحرين اليوم على خارطة هذه المطالب، ولماذا لم تؤتي أكلها حتى الآن؟ هل اللجوء إلى الشارع احتجاجا هو الحل الأنسب؟ كيف نفسر التناقض المتواصل بين من يصف ما جرى ويجري بحراك ثوري وبين من يختزله بحراك طائفي؟ ماذا عن الاتهامات المتبادلة بالتخوين والتبعية بين الحكومة ومعارضيها في شبه جزيرة اتسمت بأهمية استراتيجية كبيرة من موقعها وسط الخليج؟ فهل وقعت رهينة للتجاذبات بين السعودية وإيران؟ هذه الأسئلة وسواها نناقشها معكم مشاهدينا. يمكنكم التواصل معنا عبر موقعي فيسبوك وتويتر، كما يمكنكم الاتصال بنا مباشرة على الرقم الظاهر أمامكم. ومعي عبر الهاتف السيد محمد جمعة. مرحبا بك سيد محمد، أنت معنا من المنامة. إذن أود أن أطرح عليك السؤال التالي، سؤال الحلقة، هل تجد أنه كان من المجدي أن ينزل المحتجون إلى الشارع في البحرين للمطالبة ببعض المطالب وبعضها يعني كبير جدا؟ في واقع الأمر يعني لابد أن ندرك أن اليوم يعني هي الذكرى 14 لميثاق تصويت على ميثاق العمل الوطني والذي دشن يعني مرحلة جديدة من الحياة البرلمانية في البحرين. الكل يعلم أن هذا الميثاق جاء ببرلمان منتخب عن طريق الاقتراع المباشر، بالتالي تمكن المواطنين في البحرين من أن ينتخبوا 40 نائبا عبر الاقتراع الحر المباشر. أيضا منذ تأسيس أو منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني أصبحت هناك مجموعة من المؤسسات الدستورية في البحرين، منها المحكمة الدستورية، منها ديوان الرقابة المالية والإدارية، منها الكثير من المؤسسات الأخرى التي انبثقت وكان من بينها البرلمان. إذن ما حدث في عام 2011 تحديدا والذي ورد في ذكر مقدمتك هو اعتصام أو تظاهرات طائفية، الجميع يعلم دوافعها ويعلم بواعثها ويعلم بالضبط من الذي كان يحاول. طيب ما الذي تحقق يعني إن كانت الاحتجاجات طائفية على الرغم من أن المعارضين ينفون هذا، ما الذي حققه الميثاق الوطني من مطالب هؤلاء المعارضين؟ في واقع الأمر يعني إن كنا نتحدث هم تحدثوا عن حكومة منتخبة، تحدثوا عن برلمان كامل الصلاحيات، تحدثوا عن دوائر عادلة بحسب ما ذكروه، ولكن جميع هذه المطالب كانت متحققة أساسا. لذلك قلت لك سيدتي بأن بواعث هذه الاعتصامات أو الحراك الذي حدث عام 2011 لأي مراقب كان موجودا على الأرض في البحرين أو كان يراقب ما يحدث أثناء تلك الاعتصامات سوف يدرك من الوهلة الأخرى الصبغة والطابع الطائفي في تلك الاعتصامات. طيب. كانت هناك شعارات تردد، شعارات دينية مذهبية، كانت هناك بعض المطالب بالموت والقتل، كانت هناك تدخلات من قبل النظام الإيراني. طيب سأعود إليك سيد محمد جمعة، سنستمع إلى وجهة نظر أخرى. سأعود إليك. نعم سنستمع إلى وجهة نظر يوسف المحافظة، وهو سيد يوسف المحافظة وهو نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ينضم إلينا من برلين. سيد يوسف، يعني استمعت
معنا إلى السيد محمد جمعة. هو يقول يعني إن المطالب أصلا ما كان لها داع في الشارع البحريني، وإن هناك يعني صبغة طائفية أعطيت للحراك الاحتجاجي وهي التي تسيرها، ما رأيك؟ يعني منذ اليوم الأول في 14 من فبراير في 2011 وحتى هذا اليوم، الحراك السلمي المؤيد للديمقراطية في البحرين هو حراك وطني بامتياز، وأيضا الكثير من المعتقلين هم من الشيعة ومن السنة، وليس هناك شعارات لها علاقة بالطائفة. حكومة منتخبة أن يكون رئيس وزراء منذ 44 عاما هو حالة ليس صحية، وهي حالة غير ديمقراطية. عندما نطالب بحكومة منتخبة كل 4 سنوات ليست لها علاقة بالطائفة الشيعية أو السنية أو البوذية أو اليهودية أو أي طائفة في هذا العالم، أن تكون هناك عدالة ومساواة وحرية وإفراج عن المعتقلين والسماح للمواطنين بالحق في التظاهر ليست له علاقة بالطائفة. ليست هناك أي مطالب لها علاقة بالطائفة في البحرين، وإنما هي ممررات يسوقها النظام الحاكم في البحرين من أجل تضليل المجتمع الدولي عن حقيقة ما يحصل في البحرين. ما يحصل في البحرين هو حراك سلمي مؤيد للديمقراطية منذ 4 سنوات مستمر في حراكه السلمي، رغم تدخل درع الجزيرة لقمع الانتفاضة، رغم هذا القمع الهائل، إلنا أن هذا الشعب مصر أن يحقق أن ينال الديمقراطية دون توقف. طيب دعني أعود إلى السيد محمد جمعة. سيد يوسف، سيد محمد جمعة، هل المطالب بالملكية الدستورية بتغيير رئيس الوزراء وانتخابه بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، هل هي مطالب يعني غير مشروعة لشعب كالشعب البحريني؟ الكثير من المغالطات فيما ذكره ضيفك، يبدو أنه لا يحسن قراءة المشهد أو يستخدم بعض المصطلحات القانونية التي تستخدم الآن من قبله بشكل خاطئ. لا يوجد معتقلين سياسيين في البحرين، هذا المصطلح مصطلح خاطئ تماما. هناك محكومين، هناك من تم القبض عليهم وجود اتهامات واضحة وصريحة ضدهم ووحيلوا للقضاء وصدرت عليهم أحكام فيما قاموا بفعله، وبالتالي لا يصح عليهم مصطلح المعتقل. ولكن سيد محمد جمعة، هناك العديد من المنظمات الحقوقية التي أرجو عدم المقاطعة. وبالتالي مثل هذا المصطلح يعتبر مغلوط جدا، واستخدامه كما تفضل ضيفك يقول أن البحرين تريد أن تضل للعالم، هل هناك دولة في العالم الآن تستطيع أن تضل للعالم؟ العالم بأكمله الآن من بين الدول الغربية وأمريكا وبريطانيا، جميعها هذه الدول أدركت الواقع في البحرين، وبالتالي رأينا البيان الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي، سفراء الاتحاد الأوروبي في البحرين وجهوا انتقادات لاذعة إلى ما يسمى بالمعارضة في البحرين بسبب مقاطعتهم للانتخابات، واتهموهم في هذا البيان الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي بأنهم لا يريدون السلم الأهلي في البحرين. إذا الصورة بالنسبة للمجتمع الدولي الذي يتحدث عن ضيفك باتت واضحة جدا، هناك تحرك طائفي يحرك من قبل قوى خارجية معروفة ذات أطماع معروفة تريد أن تضم البحرين إليها باعتبارها. دعني أنقل هذه الفكرة إلى السيد قاسم هاشم معنا من لندن. مرحبا بك سيد قاسم. يعني أشار السيد جمعة إلى الحسابات الخارجية، وربما أنها يعني كانت متيقظة على الوضع داخل البحرين، في حين أن العديد من الجهات تقول إن لا مصلحة لبريطانيا مثلا وللولايات المتحدة أن تتدخل في البحرين لمصالح اقتصادية وعسكرية، ما رأيك أنت شخصيا؟ يعني دابت السلطة الحاكمة في البحرين على استخدام مفردات العمالة والمذهبية، وهذه المفردات ترميها ساعة على روسيا الاتحادية سابقا، وترميها على إيران حاليا، ثم حتى رمتها حتى على أمريكا. يعني في فترة قريبة ليست ببعيدة كان السفير البحريني قد اتهم بأنه عميل لإيران باعتباره يعني، وحتى أنه لم يسمح له مندوب أمريكا وسمح له بالعودة إلى البحرين بالرغم من رغم أنوف العائلة الحاكمة، لأن أمريكا أصرت على عودته. ثم أن تصريح الأوباما الأخير واضح جدا، يقول أن أنظمة مثل هذه الأنظمة المتعجرفة التي لا تراعي حقوق الإنسان وتنتهك أبسط حقوق المواطن وتنتهك كل بنود العهد الدولي لحقوق الإنسان هي غير قابلة للاستمرار. هذا تحذير واضح من شريك السلطة الحاكمة في البحرين وليس من معارض مثلي أو مثل غيري.
لما نقول أوباما شخصياً أن هذه الأنظمة غير قابلة للاستمرار ويحذرها أيضاً وهي منتهكة، وبالتالي أنا من فمك أدينك، يعني من يريدني أن أأتي بشيء؟ بسيوني نفسه في تقرير بسيوني، وبسيوني كما تعلمين يعني استخدمه يعني رأس السلطة استخدمته، ملك البحرين نفسه استخدم بسيوني ليقوم بتقريره، وبسيوني أثبت أن هناك تعذيب وأن هناك انتهاك لحقوق الإنسان، وأن في تقريره ما يعني ما يرد على ضيفك من البحرين بكثير من محاولات التملص من مسؤولية النظام، ثم أن من حق سيد قاسم نعم سأعود إليك، ولكن دعني أولا لو سمحت أعود إلى يوسف المحافظة معنا من برلين. سيد يوسف، يعني بالنسبة لهذه النقطة بالذات، وجود أم عدم وجود معتقلين سياسيين في البحرين، يعني ماذا تردون على سبيل المثال على السيد جمعة الذي اعتبر أن هؤلاء يعني ملاحقين بتهم معينة واضحة؟ نعم، التهم واضحة، هي يعني ممارستهم لحقهم التعبير في تويتر مثل نبيل رجب وعبر عن رأيه بشكل سلمي، أيضا يحاكم الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق بسبب آرائه في خطبه الجمعة التي يلقيها. نعم، كل هذه خطب أو هذه تهم واضحة، العشرات والآلاف من المعتقلين اليوم خلف القضبان يعني يحاكمون بسبب آرائهم وبسبب مواقفهم ومطالبهم بالتحول للديمقراطية. وأيضا فيما يتعلق بهذا القضاء، نحن لا نراهن على هذا القضاء، الأمم المتحدة المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد أثبتت وصدرت بيان وقالت أن القضاء في البحرين هو أداة لدى السلطة الحاكمة للاضطهاد السياسي للمعارضة. وأيضا هيومن رايتس ووتش قبل عام أصدرت تقرير أكدت فيه أن القضاء في البحرين هو أداة لتبرئة المسؤولين عن الانتهاكات ولسحق المعارضين والناقدين للسلطات في البحرين، كذلك الحال مع منظمة العفو الدولية. لذلك هو بات الأمر واضح لكل الجهات الدولية أن هذا القضاء ليس له مصداقية معينة من قبل ملك البلاد في البحرين. أبناء خالته وأبناء عمومه يعني قضاء في هذا القضاء، يحاكمون من يريد أن ينتقد، الكثير من القضاء يواجهون معتقلين تهمتهم انتقاد عمهم ملك البحرين، فكيف تتوقعين من هكذا قضاء عائلي أن يكون منصفا ويصدر أحكاما عادلة في البحرين؟ طيب سيد يوسف، سأعود إليك إذن أخذ وجهة نظر ورد السيد محمد جمعة من المنامة. سيد محمد جمعة، يعني اتهامات بالمقابل للقضاء البحريني اليوم بعدم بالانحياز بالأحرى بالانحياز السياسي، يعني هذه من الهرطقات التي نسمعها بين فينة وأخرى. دعيني أوضح لك الصورة بشكل أشمل سيدتي. أولا، تحدث السيد الفاضل عن تقرير بسيوني وتناسى أن في نفس التقرير ذكر السيد بسيوني بأن المعارضة نفسها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، فعن أي حراك سلمي يتحدث؟ هم يتناسون بأن جميع دول العالم طبعا باستثناء إيران هنأت البحرين بنجاح الانتخابات البرلمانية، وهو ما يدل على اعتراف واضح وصريح بشرعية البرلمان البحريني وشرعية الحكم في البحرين. أيضا لا ننسى بأن القضاء البحريني الذي يتحدثون الآن عن عدم استقلاليته، كانت المعارضة قد شاركت في الانتخابات البرلمانية مرتين وفاز بعدد كبير من المقاعد، وصرح أمين عام المعارضة علي سلمان بأن الانتخابات في 2010، ارجع إلى هذا التصريح، صرح بأنها انتخابات نزيهة وكانت تحت إشراف القضاء البحريني. كيف تحول القضاء البحريني الآن فجأة إلى قضاء سيء وقضاء يعني يمثل السلطة وقضاء يعني نعم. يستخدم لملاحقة نعم. ما يسمى لكن سيد محمد نعم دعني أعقب لو سمحت لنتحاور معا. سيد محمد، سيدتي الفاضلة، أنت استضفت طرفين يمثلان وجهة نظر واحدة. سيدي لدي سؤال إليك لدي سؤال إليك تقومين بالمقاطعة. لا لدي سؤال إليك سيد محمد جمعة، نحن نتحاور يعني ليس المجال مفتوح لك بالكامل وإن كنت يعني ضيفا عزيزا علينا، ولكن دعني أتحاور معك لو سمحت. أنا أتحدث معك وأسمع أستمع إلى وجهة نظرك، ولكن من جهة أخرى أود أن أنقل لك وجهة نظر أخرى، هل استمعت إليها؟